خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان رئيس جمهورية تشاد بذكرى استقلال بلاده. وصول أكثر من 1,000,000 حاج إلى المملكة وسط أرقى الخدمات المقدمة. وطائرات التحالف وقوات الجيش اليمني يستهدفون مواقع للميليشيا الحوثية في البيضاء والساحل الغربي. الثالثة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب بكم في نشرتنا الأولى لهذا اليوم، ومن العناوين إلى التفاصيل. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس الفريق الركن الطيار إدريس ديبي إتنو رئيس جمهورية تشاد بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة مماثلة لفخامة رئيس جمهورية تشاد. دعت المحكمة العليا إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة 1439 من الهجرة مساء يوم السبت 29 من شهر ذي القعدة لهذا العام 1439 من الهجرة. جاء ذلك في بيان للمحكمة العليا فيما يلي نصه: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنظرا لثبوت رؤية هلال شهر ذي القعدة لهذا العام 1439 من الهجرة ليلة السبت الموافق للأول من شهر ذي القعدة عام 1439 من الهجرة حسب تقويم أم القرى، فإن المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم السبت 29 من شهر ذي القعدة لهذا العام 1439 من الهجرة. وترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته لديها أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة. وتأمل المحكمة ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه لما فيه من التعاون على البر والتقوى والنفع المتعدي لعموم المسلمين، والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر الموانئ الجوية والبرية والبحرية منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس الخميس الموافق 27 من شهر ذي القعدة عام 1439 من الهجرة 1,141,138 حاج، بزيادة بلغت 70,084 حاج عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 7% تقريبا، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات. وأوضحت الجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 1,075,474 حاج، وعبر البحر 12,026 حاج، وعن طريق البر 53,638 حاج. هذا وتواصل وزارة الحج والعمرة تنفيذ خططها وبرامجها لخدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة. يواصل حجاج بيت الله الحرام بالقدوم إلى أرض الحرمين عبر عدة منافذ مختلفة وخدمات ميسرة ومسهلة من الجهات المختصة بأمور الحجيج. السلاسل التي نراها اليوم وجهود جميع الجهات الحكومية العاملة في هذا المطار ما تدل على أنه هذا يوم الذروة. أكبر عدد من الرحلات وأكبر عدد من الحجاج وصلوا إلى مطار المدينة في هذا اليوم، ونرى سلاسة ونرى فخر ونرى ابتسامة على وجوه الجميع بما فيهم جميع الموظفين. متابعة مستمرة من خلال جولات ميدانية للقياديين داخل أروقة خدمات الحجاج،
ضمانا لسير خطة حج هذا العام بحسب توجيهات القيادة العليا. اجتماع معاليه معنا كمجلس إدارة في المؤسسة، وتلقينا من توجيهات كريمة وتتلخص في مستقبل المؤسسة والتحول الكامل للمؤسسة هلال الله من مؤسسة إلى شركة تعمل ضمن سوق العمل وتأخذ الصفة التجارية. فخور بالبنات اللي شفتهم في الاستقبال، الآن مجموعة من بنات الوطن من الدليلات وهم في استقبال الحجاج وإنهاء إجراءاتهم. نحن نتابع جميع ما يتم يوميا عبر يعني شاشات في وزارة الحج. الحمد لله المشاكل قليلة جدا، ومساهمة المؤسسة وجميع الحقيقة الإخوة في وزارة الحج وفي الجهات الأخرى وأمارة المنطقة، يعني كلنا مجندين لخدمة ضيوف الرحمة. رسالة مفادها للعالم الإسلامي بأن الجهات المعنية بتيسير أمور الحجيج تعمل على قدم وساق منذ لحظة وصول أول حاج من أجل توفير كافة سبل الراحة. للقناة السعودية، محمد شيخ، المدينة المنورة. وللحديث أكثر ينضم إلينا مباشرة مراسلو القناة السعودية الزملاء نايف الفندي من منفذ الحديثة في الجوف، ومن مطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة الزميل مصطفى عباس. نبدأ بك نايف، حدثنا أكثر عن الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله في منفذ الحديثة. مساء الخير، أولا مساء الخير عليك زميلي يحيى وعلى مشاهدي قناة السعودية. نعم، نحن الآن في منفذ الحديثة، يقع في محافظة القريات التابعة لمنطقة الجوف المجاور للحدود الأردنية. الحدود الأردنية منفذ العمري. هنا هذا المنفذ، منفذ الحديثة، يعتبر من أكبر المنافذ في الشرق الأوسط، ويقدم العديد من الخدمات بناء على توجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، وتوجيه ومتابعة دائمة ومستمرة من سمو الأمير بدر بن سلطان أمير منطقة الجوف. هنا تقدم العديد من الخدمات صراحة، انطلاقا من الجوازات والصحة منفذ الحديثة وهيئة الدواء والغذاء والعديد من الجهات التطوعية أيضا مثل الكشافة عفوا. طبعا الخدمات الخاصة الجهات الحكومية والخدمية، والحديث أكثر وأكثر ينضم إلي سعادة العقيد علي العنزي مدير جوازات منفذ الحديثة ليحدثنا أكثر وأكثر عن بعض الخدمات وعن التسهيلات التي تقدم لحجاج بيت الله الحرام. نرحب فيك سعادة العقيد علي العنزي. حياك الله بتحت هذه الفرصة لنا في المشاركة معكم في التغطية لهذا الموسم. سعادة العقيد، حاب تحدثنا عن الخدمات المقدمة في منفذ الحديثة هنا، كون الجوازات أول نقطة لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين من المملكة الأردنية الهاشمية، وعن فترة مكوث الحجاج هنا، وأنا أرى انسيابية ما شاء الله وترتيب وتنظيم من أفراد الجوازات. يعطيك العافية أخ نايف على هذا التغطية الإعلامية، وكما بينا لكم بالنسبة نحن النقطة الأولى في استقبال الحجاج بيت الله الحرام. نستقبل الحاج ثم يتجه إلى الكونترات الخاصة المجهزة بجميع التجهيزات من تواجد الأفراد العاملين الذين لديهم التقنية الكاملة في هذا المجال، وكذلك أجهزة الحاسب الآلي المزودة بأجهزة البصمة وأجهزة كشف التزوير، وأولا المعاملة الحسنة لجميع المسافرين سواء سمح بدخولهم أم حصلت أشياء تعيق دخولهم، والحمد لله نمشي حسب التعليمات والأنظمة المبلغة لنا لإنهاء جميع إجراءات المسافرين وحجاج بيت الله الحرام خصوصا في هذا المنفذ الحيوي وهذه الفترة الزمنية. وبالنسبة للفترة الزمنية التي سألت عنها، فترة زمنية بسيطة يستغرق الحاج لدينا من دقيقة إلى دقيقتين، والباص بأكمله يستغرق حوالي نصف ساعة، والأمور تمشي بإنسيابية كاملة. وإذا انتهى الباص إجراءات والمسافرين من هذه الصالة يتجه إلى بوابة الخروج ويتم التشييك على البوابة في وجود الأختام وأي مشاكل تواجه المسافرين. كيف هي المشاركة بينكم بين الجهات الأخرى وتضافر الجهود بينكم؟
لا يخفى عليكم المشاركة بناءة في جميع القطاعات المتواجدة لدينا من المركز الصحي، الأخوة في جمعية الكشافة، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والجمارك وجميع القطاعات الحكومية. جميعنا نعمل يد واحدة لإنهاء جميع المسافات حسب التعليمات المبلغة لدينا من القيادة العليا حفظها الله. طيب أشكرك سعادة المقدم، يعطيك العافية. زميلي يحيى. نعم، إذن أذن لي الزميل نايف قبل أن أختم معك أن أنتقل للزميل مصطفى عباس من مطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة. مصطفى تسمعني؟ مساء الخير مصطفى. نعم زميلي يحيى، مساء الخير. نعم مصطفى، هذه الأيام تشهد المدينة المنورة إقبال الحجاج من كافة بقاع الأرض لزيارة المسجد النبوي الشريف قبيل الدخول في مناسك الحج والانتقال للمشاعر المقدسة. لو أطلعتنا أكثر عن أعداد الزوار وآخر المستجدات لديك. بكل تأكيد زميلي يحيى. بسم الله الرحمن الرحيم، في بداية نرحب بالسادة المشاهدين أينما كنتم من هنا من مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة. طبعا كما ذكر زميلي يحيى في نشرة الأخبار، أعداد القادمين إلى المملكة العربية السعودية وصل لأكثر من 1,000,000 حاج. هذا طبعا يأتي بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل حكومتنا الرشيدة. أتت هذه الأعداد عن طريق جميع منافذ المملكة العربية السعودية، وأتى أيضا بالتنسيق مع جميع الجهات المشاركة لحج هذا العام. وقد ذهبت أعزائنا المشاهدين وزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة لإدارة الجوازات بتنظيم كافة التسهيلات والإمكانيات لخدمة ضيوف الرحمن، وكان لها الجزء الأكبر والأهم حقيقة إدارة لمديرية العامة للجوازات. للحديث أكثر أعزائنا المشاهدين عما تقدمه الجوازات من خدمة لضيوف الرحمن، يسعدني أن ينضم معي سعادة اللواء الدكتور خالد الهويش وهو مدير جوازات منطقة المدينة المنورة. رحب فيك سعادة اللواء. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في مطار الأمير محمد بن عبد العزيز، وحيا الله سادة المشاهدين. سعادة اللواء، لو تطلعنا أكثر على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وأيضا على بعض الإحصائيات والأرقام. بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن حكومة خادم الحرمين الشريفين تسعى دائما إلى تسهيل إجراءات ضيوف الرحمن، وكذلك بذل كافة الإمكانيات المادية والبشرية وتسخير كافة ما نستطيع تقديمه لضيوف الرحمن. هذا أولا. ثانيا، استشعارا من المديرية العامة للجوازات وضعت خطط لكافة المنافذ البرية والجوية والبحرية، وذلك لمواكبة هذا الموسم. هذه الخطط تم إعدادها إعدادا جيدا، ومن ضمنها مطار الأمير محمد بن عبد العزيز. وضعنا خطط معدة جيدا في مرحلة القدوم. حقيقة عندنا في مرحلة القدوم بما يقارب 102 كاونتر مخصصة لاستقبال ضيوف الرحمن. طبعا هذه الكاونترات مجهزة بكافة الأجهزة المتقدمة من الحاسب الآلي، وكذلك أجهزة التزوير، وكذلك أجهزة عين الصقر. هذا جانب. الجانب الآخر، كذلك الأفراد عندنا موجودين هنا في مطار أمير محمد بن عبد العزيز ما يقارب حدود 700 عسكري مجهزين ومؤهلين تأهيل كامل على كيفية التعامل مع ضيوف الرحمن، إضافة إلى لديهم مهارات في بعض اللغات التي يتحدثون عنها. أيضا دكتور، لو تحدثنا عن برنامج طريق مكة، هذه المبادرة التي أطلقت من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين للتسهيل لعملية دخول الحجاج لمنافذ المملكة العربية السعودية بشكل موجز ومختصر. لا شك أن هذه المبادرة طريق مكة مبادرة كريمة تبنتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، وذلك لتسهيل إجراءات، والهدف منها أساسا تقليل زمن البقاء لدى المطارات والمنافذ. لا شك أن هذه المبادرة لاقت استحسان من كافة الدول وكذلك من ضيوف الرحمن. هذه المبادرة تم توجيه سمو سيدي وزير الداخلية حفظه الله بتشكيل وفد رسمي إلى مملكة ماليزيا وكذلك جمهورية أندونيسيا، بوفد رسمي من كافة القطاعات الحكومية والأمنية التي لها علاقة بضيوف الرحمن. هذا الوفد الرسمي تم المكوث في هذه الدولتين وأنهى إجراء كافة ضيوف الرحمن، ومن ثم أنهوا إجراءاتهم وقدموا إلى المملكة في صالة مخصصة لهم لا يتم منها إجراءاتهم، وإنما تعتبر هذه الصالة صالة مرور وعبور، ومن ثم التوجه إلى وسائل النقل ومن ثم إلى سكنهم. ما
بارك الله فيك سعادة اللواء، شكرا على هذه المعلومات التي قدمتها للسادة المشاهدين. وأيضا كما ترون أعزائي المشاهدين من خلفنا لا زالت المدينة المنورة تستقبل أفواج كبيرة من حجاج بيت الله الحرام القادمين لأداء فريضة الحج. كل الشكر لمديرية الجوازات التي عملت ودأبت حقيقة على تسهيل كافة الإمكانيات لحجاج بيت الله الحرام. نعود إليك زميلي يحيى لاستقبال نشرة الأخبار. نعم مصطفى، شكرا لك. إذن مشاهدي الكرام، كان معنا مراسلو القناة السعودية الزميلان نايف الفندي ومصطفى عباس، جزيل الشكر لهما. نشرتنا مستمرة وفيها بعد فاصل قصير. من جديد حياكم الله وأنوالي ما تبقى من النشرة. قصفت مدفعية الجيش الوطني اليمني موقعا مركزيا لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في جبهة الملاجم بمحافظة البيضاء وسط اليمن. وأكد مصدر ميداني أن القصف أدى إلى تدمير الموقع المستهدف بشكل كلي ومصرع وإصابة كل من كان متواجد فيه وتدمير عدد من الآليات التابعة لها. كما دمرت طائرات التحالف مخزن سلاح تابع لميليشيا الحوثي الموالية لإيران في محافظة الحديدة على الساحل الغربي للبلاد. كما قصفت الطائرات مناطق تجمعات للميليشيات الحوثية جنوب التحتية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المتمردين. حذرت الأمم المتحدة من شن حرب كبرى على محافظة إدلب في سوريا على إثر حروب النظام السوري السابقة على حلب والغوطة الشرقية، معربة عن القلق إزاء مصير إدلب وسكانها البالغ عددهم 4 ملايين شخص. ميدانيا واصلت قوات النظام السوري عمليات قصفها الصاروخي على الريف الشمالي الحموي، حيث وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان استهداف قوات الأسد بمزيد من القذائف لأماكن في بلدتي اللطامنة وكفر زيتا وقرى الزكاة وقسطون بريفي حماة، ما أسفر عن سقوط جرحى. ووثق المرصد سقوط عدة قذائف على مناطق في محيط بلدتي الناجية ومرعند في الريف الغربي لمدينة جسر الشغور، ما أسفر عن خسائر بشرية بين المدنيين. حددت الولايات المتحدة اليوم العام 2020 موعدا لإنشاء فرع جديد سادس من الجيش الأمريكي يعرف باسم قوة الفضاء. وقال نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس في تصريح اليوم إنه يتعين على الكونغرس أن يتحرك لإنشاء إدارة جديدة تنظم وتدرب وتجهز قوة الفضاء الأمريكية، مضيفا أن الإدارة الأمريكية تحشد الدعم اللازم في الكونغرس لتنفيذ أمر ترامب الذي صدر في يونيو الماضي لإنشاء هذه القوة. والآن مشاهدي الكرام، ننتقل بكم إلى جولة سريعة عن أحوال الطقس. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تتوقع الهيئة العامة لأرصاد وحماية البيئة أن تكون الأحوال الجوية في مكة المكرمة كدرجات حرارة عظمى تصل إلى 43 درجة مئوية وصغرى 31 مع رياح غربية إلى شمالية ونسبة الرطوبة 25%. أما في عرفات ف40 كدرجة الحرارة العظمى والصغرى بحدود 30 درجة مئوية، وفي منى ومزدلفة 39 درجة مئوية كعظمى والصغرى 29 درجة مئوية ونسبة الرطوبة تصل إلى 30%. في المدينة المنورة درجات الحرارة العظمى 43 درجة مئوية والصغرى 31 درجة مئوية ونسبة الرطوبة المتوقعة هي بحدود 10% مع رياح غربية إلى شمالية. أما في السواحل الشمالية الغربية من المملكة تحديدا في نيوم درجات الحرارة العظمى 35 درجة مئوية والصغرى 27 درجة مئوية والطقس مستقر على طول الشريط الساحلي الشمالي الغربي. في العاصمة الرياض نتوقع تكون درجات الحرارة كعظمى 43 درجة مئوية وصغرى 30، الدمام 44 وفي بريدة 42 درجة مئوية، في حائل 41 وفي سكاكة 39، أما في عرار 42، في تبوك كمدينة 39 درجة مئوية، كذلك الحال في محافظة جدة، وأجواء مغبرة على طول الشريط الساحلي الجنوبي من المملكة حتى منطقة مكة المكرمة. لذلك نلفت الانتباه خاصة لقائد المركبات على الطريق الجنوب الرابط ما بين منطقة جازان حتى منطقة مكة المكرمة، وسحب ركامية رعدية متوقعة في ساعات الظهيرة على المرتفعات. هذا كل ما في النشرة الجوية، شكرا لكم، في أمن الله ورعايته. وإلى ختام نشرتنا العناوين. خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان رئيس جمهورية تشاد بذكرى استقلال بلاده.
وصول أكثر من مليون حاج إلى المملكة وسط أرقى الخدمات المقدمة. وطائرات التحالف وقوات الجيش اليمني يستهدفون مواقع للميليشيا الحوثية في البيضاء والساحل الغربي. مشاهدي الكرام، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات جميع الزملاء الذين ساهموا في إنجاز هذه النشرة. في أمان الله.